السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء بجامعة الجامعة الزكية مرحلة الماجستير، أهلا ومرحبا بالمحاضرة السادسة النهاردة من مادة Project Risk and Supply Chain Risk. محاضرتنا النهاردة هتكون completed أو هنكمل بيها المحاضرة السابقة، وكنا بنتكلم في نهاية المحاضرة السابقة عن التحول الرقمي وإزاي عن طريقه قدرنا نعمل عملية تخفيف لمخاطر سلاسل التوريد، لحيث أن اليوم أصبح العالم كله متصل رقميا أو إلكترونيا. بدأنا بإن إحنا ناخد 10 استراتيجيات اتكلمنا منهم في المحاضرة لإدارة مخاطر سلاسل التوريد. اتكلمنا في المحاضرة السابقة عن 3، المفروض النهاردة هنكمل مع بعض مخاطر سلاسل الإمداد أو Supply Chain Risk Management Strategy، الاستراتيجيات الخاصة بإدارة مخاطر سلاسل التوريد. أصبح النهاردة العالم كله بيشتغل بحاجة اسمها Digitalization، Digital World. النهاردة العالم كله متصل بشكل رقمي. الـ Supply Chain Risk أو من المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها سلاسل الإمداد ممكن يتم تخفيفها من خلال استخدام الـ Digitalization. التخفيف من مخاطر سلسلة الإمداد أحياناً بسبب العولمة بيكون صعب جداً، خصوصاً مع أمن المعلومات والمخاطر اللي ممكن يتعرض ليها أمن المعلومات. ومع ذلك لازم يكون عندنا بعض التدابير اللي لازم ناخدها عشان نقلل من هذه المخاطر. يبقى أنا النهاردة التحول الرقمي والديجيتاليزيشن اللي حصل ده بيعرض معايا السبلاي تشين بتاعتي للخطر، أو بيزود من المخاطر اللي ممكن أتعرض ليها نتيجة لأي مشكلة ممكن تحصل، زي الهاكينج، زي إن أنا يحصل عملية فقد لبعض البيانات السابق تسجيلها أو تخزينها. فلازم يكون عندي بعض الإجراءات والتدابير اللي لازم أخدها عشان أخفف من شدة هذه المخاطر لسلسلة التوريد، خصوصا بعد العولمة والتدخل طبعا عملية الـ Potential Cyber Interface، عملية الأمن الإلكتروني اللي حاصلة، ده بيزود من صعوبة هذه المرحلة. يمكن في المحاضرة اللي فاتت كنا بدأنا أو آخر جزء في المحاضرة كان بيتكلم على الـ Supply Chain Risk Management Strategy، وكنا ذكرنا إن في عالم التحول الرقمي اللي حاصل حاليا ممكن نخفف من مخاطر سلسلة التوريد من خلال إن أنا أتجنب هذه المخاطر وأتخذ بعض التدابير اللازمة ليها، زي مثلا نظام الـ PPRR اللي درسناه الأسبوع اللي فات أو المحاضرة السابقة. طب النهاردة أنا عندي استراتيجية جديدة. الاستراتيجية دي بتعمل على تحسين إدارة المخاطر لسلسلة التوريد الإلكترونية، Improve your cyber supply chain risk management. إزاي تقدر تحسن من إدارة وتدير هذه المخاطر بكفاءة أكتر وفعالية؟ قلنا إن العديد من الشركات طبعا النهاردة الإنترنت أو الإنترنت of things وإنترنت الأشياء اللي هو إنترنت الأشياء والديجيتال تكنولوجي بيلعبوا دور مهم جدا، في دور رئيسي في تحسين عملية سلسلة التوريد. ولكن النهاردة الشركات دي بتكون عرضة لتهديدات خاصة بالأمن الإلكتروني، زي بعض البرامج الضارة زي الفيروس اللي ممكن يجي لنا، زي الهاكينج، الانفايرمنت ريسك، زي النهاردة حاجات البيئية أو نقاط الضعف اللي ممكن نتعرض ليها. فبالتالي أنا لازم أحاول أعمل عملية إدارة أو نحاول تنفيذ استراتيجية إدارة مخاطر سلسلة التوريد علشان نقدر نتجنب ده. يبقى عشان نقدر نعمل Improve Your Cyber Supply Chain Risk Management، عشان نحسن إدارة مخاطر سلسلة التوريد الخاصة بالجزء الإلكتروني، ونظرا للتغلغل إنترنت الأشياء واللي هو الإنترنت أوف ثينجز وعملية الديجيتال تكنولوجي كاملة، وأصبح ليها دور رئيسي في العمليات النهاردة في السبلاي تشين، أصبح النهاردة لازم ناخد بعض الإجراءات والتدابير اللي ممكن من خلالها نحاول ننفذ مجموعة من الاستراتيجيات لإدارة مخاطر سلسلة التوريد. زي إيه؟ هنشوف في الجزء القادم. Improve your cyber supply chain risk management، تحسين إدارة مخاطر سلسلة التوريد وفقاً للإيه؟ للإدارة الإلكترونية أو للسايبر سبلاي اللي هو الامداد الالكتروني. طب لو اجي اقول هنا النهارده اول حاجه لازم اعملها لازم احط معايير لجميع البائعين الخارجيين، يعني لكل الفيندورز اللي بتعامل معاهم، سواء كان including المانيفاكتورز suppliers اند ديستريبيوتور. النهارده انا كمنظمه داخل المكان
موجود عندي الانترنال اوبريشن، العمليات الداخليه زي التخزين زي الانتاج، ان انا ببتدي اعمل البرودكشن للمنتج بتاعي، عمليه الباكينج التعبئه والتغليف. ولكن عندي حاجه اسمها الثيرد بارتي فيندورز، اللي هم البائعين الخارجيين او المتعاملين اللي هم الثيرد بارت او الطرف الثالث في العلاقه بتاعتي داخل سبلاي تشين. زي بيشتملوا على مين؟ المانيفاكتورز المصنعين او اصحاب المصانع، السبلايرز الموردين، الديستريبيوتور الموزعين. وزي ما احنا عارفين ان السبلاي تشين اصلا بتتكون من مانيفاكتور وسبلاير وايه وديستريبيوتور. بعد كده ببتدي احدد دور كل مستخدم فيهم واعرفه له واعرفه ضوابط الامان بتاعته، ازاي هو الامبلمنت سكيورتي كنترولز عشان امكنه من الوصول لنظام مستوى لازم يقدمه لي بالشكل السليم. To able to access your system and what level of clearance they have given. يعني النهاردة هو بيتعرف divine user role، أنا بعرفه دوره ومسؤولياته، and implement security control، وكمان بينفذ security control اللي هو أمن المعلومات المسؤول عنه. Who is able to access، عشان يكون عنده القدرة على التعامل مع السيستم بتاعي، and what level تمام of clearance they we have. يعني ايه؟ يعني ايه النقط اللي هو هيوصل لها؟ يعني السبلايرز هيشوفوا الجزء الخاص بالسبلايرز فقط، المانيفاكتورز هيشوفوا الجزء الخاص بالمانيفاكتورز فقط، لكن كلنا داخل السيستم نفس السيستم، بيشتمل على المصنعين، بيشتمل على الموردين، بيشتمل على الموزعين، لكن كل واحد فينا عنده اكسس على الحته بتاعته. الجزء الثالث ان انا بعمل بقى حاجه اسمها ريسك اسيسمنت، واعتقد مش جديد علينا ان احنا نتكلم على الريسك اسيسمنت. الريسك اسيسمنت يا جماعه ان حضرتك بتعمل بريفورم اثروت فيندور ريسك اسيسمنت، يعني بتعمل حاجه اسمها اعاده تقييم او تقييم شامل للناس اللي بتتعامل معاهم زي البائعين، عشان تحدد العقود بتاعتك هتوقع ازاي. signing any contract، قبل ما ابتدي اعمل توقيع للكونتراكت لازم اعمل عملية تقييم شامل للمخاطر اللي ممكن اتعرض ليها من خلال هذا البائع. يبقى انا عندي علشان اعمل عملية تحسين لإدارة مخاطر سلسلة التوريد وفقا للتطور التكنولوجي اللي حاصل في استخدام التكنولوجيا، نمرة واحد ان احنا هنبقى عندنا قلنا الثيرد بارت داخلين معايا داخل السيستم انكلودنج المانيفاكتورز والسبلايرز والديستريبيوتورز. بعد كده هعرف كل مستخدم من المستخدمين دول دوره ايه وايه الاكسس بتاعه اللي مسموح ليه الوصول اليه، وكمان ايه الحاجات اللي متاحه او واضحه قدامه. بعد كده رقم 3 ببتدي اعمل تقييم شامل لكل البائعين الموجودين معايا، سواء السبلايرز او الديستريبيوتورز، الموردين الموزعين او الموردين، علشان اقدر احدد هنا وادي برايورتي لمين فيهم اللي هعمل فيه سايننج للايه للكونتراكت، وده بيكون هدف اساسي قبل توقيع العقد. بنفذ معايير الاشراف. بعد كده الخطوه اللي جايه بشوف ايه معايير الاشراف اللي احنا حطيناها على البيانات دي، عشان نقدر نحدد مين عنده البيانات وهيعمل بيها ايه. يعني النهارده السبلاير ده لو عنده داتا، ايه اولوياته او ايه اختصاصاته في التصرف في هذه البيانات. الخطوة اللي بعد كده ببتدي أعمل عملية training for all employees، ببتدي أشوف كل الناس اللي شغالة معايا في أمن المعلومات أو في cyber security، ببتدي أعمل لهم عملية training إزاي بروتوكول الأمن ده بيشتغل، وإزاي طبيعة حفاظ supply chain risk management strategy المستخدمة في حماية وأمن هذه المعلومات. من خلال التدريب طبعا ده بيساعدهم كتير جدا. بعد كده ببتدي اطبق حل برمجي، بعمل software solution that provides you with a total visibility، يعمل لي رؤية شاملة وواضحة لسلسلة التوريد to your supply chain into your supply chain كلها، so you can quickly identify unusual activity، تقدر تتعرف بسرعة على اي نشاط حصل داخل سلسلة الامداد بتاعتك غير معتاد. يبقى انت النهاردة هتطبق الجزء التكنولوجي وهتدخل التكنولوجيا معاك بشكل كبير، وهتبتدي تعمل تريننج لكل اللي هيتعامل مع هذه التكنولوجيا وداخل ضمن البروتوكول الامني عشان نحمي السبلاي تشين بتاعتنا ونعمل تحسين للداتا بتاعتنا. بعد كده هنبتدي نعمل سوفت وير سوليوشن يقدر يمدنا، هنعمل برنامج يقدر يعمل لنا يمدنا برؤيه كامله
للسبلاي تشين بتاعتي so you can quickly identify unusual activity، عشان لو حصل أي نشاط غير معتاد عليه نقدر نتعرف عليه بشكل سريع. النقطة الأخيرة هنا إن أنا هشتغل work with vendors، هشتغل مع البائعين اللي إحنا صنفناهم معانا اللي هم suppliers والmanufacturers والdistributors أو الموزعين والمنتجين أو المصنعين والموردين in your supply chain network. نشتغل من خلال شبكة سلسلة التوريد دي بتكون شبكة موحدة. موحدة لينا كلنا من خلال خطة موحدة عشان نتعافى من أي كارثة أو من أي حاجة غير طبيعية بتحصل زي اللي حصل في كوفيد 19 مثلا. هنلاقي أمازون لما قفلت كل الستورز بتاعتها قدرت تروح للناس اللي كانوا بيعملوا لها عملية السبلاي ويمدوها بالمنتجات، قالت احنا النهاردة ما عندناش ستورز فهنضطر نتعامل معاكم بالأوردر. بالأوردر يعني ايه؟ يعني معناها ان انا هطلب من حضرتك الأوردر وفقا للي هيطلبه مني العميل، مش هيكون عندي ستور، يعني مش هيكون عندي محلات ولا مخازن ولا هذا ولا شيء من هذا. ليه؟ عشان انا النهارده اتعرضت لازمه، فبالتالي احنا النهارده من خلال الكونتراكت ده قدرنا نتعاون. احنا بنشتغل ورك ويز ايه فيندور ان يور سبلاي تشين نتورك اللي داخل الشبكه بتاعتي او شبكه سلسله الامداد الخاصه بيه، عشان لو حصل اي خطر غير معتاد نقدر نسيطر عليه بشكل كامل ونتعامل معاه بشكل سليم، عشان يقدر يستمر to business to ensure business continue. يعني النهاردة أنا عايزة أكمل البيزنس بتاعي. أهم حاجة عندي طالما اشتغلت supply chain electronic أو electronic supply chain لازم يكون عندي حاجة اسمها الباكاب. الباكاب دي اللي هي نسخة احتياطية من البيانات، يبقى ببتدي أنشئ ضوابط أحط بيها نسخ احتياطية للبيانات الخاصة بيا. ليه؟ عشان لما يحصل أي مشكلة في أي وقت يكون عندي باكاب أقدر أرجع له بشكل منتظم. بعد كده ببتدي احدد حلول regularly update your company antivirus. انا النهارده عايزه طول الوقت اعمل تحديث للانتي فايروس بتاعي والانتي سباي وير والفاير وول سوفت وير سوليوشن. كل الحاجات دي يمكن موجوده على اجهزتنا العاديه يا جماعه، كل جهاز مننا عندي النهارده انتي فايروس وعليه سباي وير وعليه فاير وول، لكن طبعا على مستوى البيزنس ده بيكون اعلى واكتر، وبنكون محتاجين ان احنا نكون عندنا معدلات الحمايه والامان اعلى علشان البيزنس بتاعنا يقدر يستمر. بعد كده بيقول بالاضافه لان احنا بنبص دايما في الاجراءات الامنيه السايبر سيكيورتي بتاعتي ماشيه ازاي، وبشوف طريقه القياس بتاعتها وببتدي اتحكم فيه، علشان زي مثلا نظام الدي ان اس ده نظام من انظمه الميجرز او القياس اللي بنقدر نقيس بيها النتورك اكسس كنترول، نقدر نعمل فيها تحكم في الوصول للشبكه، ان يعني مش اي حد يقدر يوصل للشبكه بتاعتنا او يقدر يطلع على البيانات الخاصه بينا. يبقى انا هعمل باك اب دايما، وهيكون عندي regular update your company anti virus والانتي سباي وير والفاير وول. الاستراتيجيه الرابعه بتقول في السبلاي تشين ريسك مانجمنت استراتيجي لتخفيف المخاطر، قال لك looks for ways to improve supply chain visibility. دايما ابحث عن طريقه لتحسين رؤيه سلسله الامداد بتاعتنا. ان انا يكون عندي visibility ده معناه ان انا هقدر يكون عندي controlling على supply chain. لما بكون شايف الحاجة وعندي ليها رؤية واضحة بقدر اتحكم فيها بسهولة. فهنا بيبتدي يقول لنا حاجة ان ممكن يكون المعلومات كتير ولكن مفيدة متوفرة، وده بيديني فهم افضل لكل الاجزاء اللي بتتكون منها supply chain management بتاعتي. الحاجة التانية ان انا لازم يكون عندي يا جماعة عملية الفيزابيليتي ممكن تساعدني على وضوح الاستقرار المالي. مثلا ممكن اعرف المورد بتاعي ده في حالة خطر مالي فاقدر اتجنب التعامل معاه في هذه الفترة، ممكن ابتدي اختار شريك اخر. بعض الوكلاء هنا او الوكالات هنا بتديني تصنيف ائتماني عن طريق تقارير تنبؤية، ببتدي أوصل للتقارير التنبؤية عن الاستقرار المالي لآلاف الموردين عشان لو في أي ريسك محتمل أبتدي أخده في الاعتبار. في الحالة دي أنا دايما بدور على تكنولوجي look into technologies that will allow for greater product and shipment visibility. بنبتدي دايما تبحث عن التكنولوجيا اللي بتتيح رؤية أكبر للمنتج والشيبمنت للايه للشحن، بحيث تتمكن من ابقاء العميل بتاعك على اطلاع دائم
دايما هو شايف so you can keep your customer updated on delivery times and or take actions earlier. يعني حضرتك هنا to avoid costly مثلا delay. هو هنا بيبتدي يكون الكاستمر بتاعك لما بتستخدم التكنولوجيا اللي بتعمل رؤية أعلى أو معدل الرؤية فيها والوضوح عالي بالنسبة للعملاء، بيبتدي يتعرف العميل على وقت التسليم، فبياخد الإجراءات في وقت مبكر عشان يتجنب التأخيرات اللي بتكلفه المكلفة، وبيتجنب كمان حاجة مهمة جدا اللي هي توقعات العملاء الزايدة عن اللازم، لأن أنا النهاردة دايما عندي الإكسبكتيشن بتاع العميل أصبح عالي، فالنهاردة الإكسبكتيشن ده أو التطلعات التصاعدية، في عندنا حاجة حالة النهاردة حاصلة في السوق اسمها increase expectation، زيادة أو التفاعلية أو زيادة توقعات أو تصاعد توقعات العملاء، ده بالتالي بيديني الوضوح والرؤية، ده بيساعدني كمان إن أنا بشوف أجهزة الإنترنت، بشوف الحاويات، بشوف التقارير الآلية عن مستويات المخزون، بعرف إيه الحاجات اللي أبقي عليها وإيه اللي لأ وإيه اللي هيتعمل في الوقت الفعلي المحدد. وده بيعتبر أمر حيوي، بيعتبر بالنسبة لي أمر حيوي جدا في عملية التسليم. وهنا بتتولى خدمات طبعا الجهات الخارجية المسؤولية، يمكن إن احنا طبعا أحيانا لو فقدنا البصيرة بيبقى في عندنا مشكلة في رحلة العميل أو في الرحلة اللي هنوصلها خلال العميل، إن أنا أوصل بيها المنتج للعميل، رحلة وصول المنتج بتاعي للعميل. افتقدت معلومة الشحن، افتقدت معلومة الكميات المتاحة في المخازن، افتقدت أي معلومة من هذه المعلومات، ده بيسيء ليا وبيخلينا دايما عندنا مشكلة مع الكاستمر إن احنا مش قادرين نوفي بطلبات ورغبات العملاء في الأوقات المحددة، ودي من المشاكل الكبيرة جدا اللي بتتحاول تتجنبها أو تقلل منها عملية السبلاي تشين. يبقى الاستراتيجي الرابعة هي looks for ways to improve supply chain visibility، ازاي تخلي الرؤية اكثر وضوحا لكل اطراف سلسلة الامداد. الاستراتيجي الخامسة هي track the right freight carrier metrics، يعني بقول لحضرتك هنا ابتدي اتعرف على مقاييس شركات الشحن الصحيحة. دايما المصانع المانيفاكتورز هو عايز دايما يعمل delivery to client، يوصل السلعة بتاعته او الخدمة بتاعته للعميل في المكان المناسب، وكمان الريتيلرز او تجار التجزئة عايزين يعملوا الارايف او يوصل الارايفنج at the right place at the right time in order to make selling window، عشان يقدر يكون منفذ بيع معتمد وصاحب سمعة جيدة. فبالتالي النهاردة انا ايا كان مكاني داخل السبلاي تشين، سواء كنت في جانب المصنعين او كنت في جانب التجار، فانا قدامي تشالنج رهيب جدا اسمه الشحن. الشحن هنا انا كتاجر تجزئه انا عايز اشحن، اكون البضائع عندي، لان انا منفذ بيع، يكون البضائع عندي في الوقت والمكان المناسبين ايا كان مكان سلسله التوريد. بغض النظر عن مكان سلسله التوريد، لكن لازم يكون في تتشارك هنا شركه الشحن بتقدم لي نتائج مطمئنه، يعني لازم يكون عندي شركات شحن قادره على الوصول اثق فيها. مش كل شركات النقل بقدر اتعامل معاها، لان التسليم المتاخر بيعطل سلسله التوريد باكملها. فبالتالي لما بنيجي نعمل تقييم لشركه الشحن او هنعيد الشحن عندها مره تانية ولا لا، بتاكد من مراعاتها للمقاييس التاليه. يبقى انا عندي النهارده track the right freight carrier matrix، ان النهارده عندي مجموعه من المعايير او المقاييس لازم تتوفر في شركه الشحن عشان تساعد كل الاطراف. الطرف الاول المانيفاكتور هو عايز دايما يوفي بالاحتياجات ان التسليم للكلاينت يتم في الوقت المناسب. التاجر التجزئه هو منفذ بيع، فعايز السلع تكون متوفره عنده في الوقت والمكان المناسبين عشان يقدر يوفي برغبات العملاء. ده هيتم من خلال ايه؟ من خلال بعض معايير او مقاييس التقييم لمخاطر سلسله التوريد. هنبتدي نشوفها هنا، ده بيدعم سلسله التوريد بتاعي. طبعا انا دايما بختار شركه الشحن اللي بتخليني اتجنب التاخير، عشان في غرامات، في شروط جزائيه، في غرامه تاخير، كل ده بيتعرض لي السبلاير او المانيفاكتور على حسب دور مين اللي متاخر داخل السلسله. فبالتالي هنشوف دلوقتي مع بعض السبورت سبلاي تشين مانجمنت ريسك. السبلاي تشين ريسك مانجمنت هنا عندنا مجموعه من الماتريكس او مجموعه من المقاييس هي اللي بتدعم عمليه السبلاي تشين ريسك مانجمنت لدعم اداره مخاطر سلسله التوريد. النوع الاول
من المقاييس المهمة جدا 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 للشحن، المقياس الأول هو وقت العبور. وقت العبور هنا بيقاس، حضرتك لما حطيت الشحنة على مركب، على عربية، على طيارة، وقت العبور اللي استغرقته قد إيه؟ إيه هم عدد الساعات أو عدد الأيام اللي استغرقتها الشحنة، لأنها من وقت ما خرجت من باب المصنع عندي وصولا للمستهلك أو الكاستمر أو للعميل اللي طالب المنتج. يبقى هنا وقت العبور ده حاجة مهمة جدا. طبعا كل ما قل الوقت كل ما كان الشاحن ده بالنسبة لي البيست أو البيست شيبر، بالنسبة لي هو الشاحن المثالي أو الأفضل. الحاجة التانية برضو أو المقياس التاني هو number of stops and average stop. يعني إيه stop time؟ number of stops هنا يعني عدد مرات الوقوف، كم مرة وقفت الشحنة في الطريق، كم مرة توقفت، يبقى عدد مرات التوقف ومتوسط وقت التوقف. كل ما زاد عدد مرات التوقف اللي بتاخدها شركة الشحن في طريقها عشان توصل الشحنة بتاعتك، كل ما كان منتجك هياخد وقت أطول للوصول. يعني النهاردة أنا لو بشحن حاجة من مصر للسعودية، لما أنا بشحنها دايركت على حاجة من مصر للسعودية مباشرة، أنا أي وسيلة نقل ده بالنسبة لي أفضل، هتوصل أسرع. لكن لو طلعت العربية اللي هتطلع من عندي من مصر للسعودية، قال لك هتعدي على ليبيا الأول تنزل بضايع، وبعدين هتعدي على منطقة تانية تنزل بضايع، وبعدين توصل للسعودية. يبقى في الحالة دي أنا وقت وصول المنتج أصبح أطول للوصول للعميل. فهنا المسار ده بيتضمن بعض نقاط التوقف، متوسط وقت التوقف الطويل بيعرضني لخطر التسليم في الوقت المحدد، فبالتالي بيحصل تعطل في سلسلة التوريد الخاصة بيا. وده من المقاييس المهمة جدا ان انا براقبه عشان احقق كفاءة في سلسلة التوريد بتاعتي. يبقى انا محتاجة اقلل زمن العبور بتاعي، وقت العبور، عدد الايام والساعات اللي بيوصل فيها المنتج بتاعي للعميل، ومحتاجة كمان اقلل التايم اللي بيستغرقه الايه النقاط التوقف اللي بتؤخذ في الاعتبار. ليه؟ لان ده طبعا كل ما كان العميل بيوصل له المنتج اسرع او في الوقت المناسب، ده بيكون بالنسبة لي افضل. من الملاحظات المهمة جدا ان احنا بندور على It's important to look for low number of stops، اقل عدد مرات توقف، and low average stop time، واقل متوسط وقت للتوقف. تمام. time while still being mindful of driver legally regarded hours of service. ليه؟ عشان تقلل من ده يا جماعة استمرار في الانتباه لساعات الخدمة المنظمة وفقا لقانون السائقين. يعني النهاردة أنا عندي لو أنا بنقل ده بحري أو بري أو جوي، الوقت المستغرق العادي مثلا للطيارة من زمن من مصر للسعودية فور اكزامبل لو قلنا ساعتين، طب لو عدد الساعات ده بقى 3، يبقى المنتج هنا اتأخر ساعة. لكن لو وصل في الوقت المحدد بتاعه يبقى تمام. يبقى انا لما باجي احسب المقياس ده باخد في اعتباري كويس قوي الوقت المتوسط المتعارف عليه وفقا لهذا النوع من الشحن. زي ما اهتميت بوقت العبور وقلت ده مؤشر مهم جدا بالنسبة لي، لان يا جماعة انا النهاردة في السبلاي تشين بتاعتي انا دايما بكون حريص على الار اللي السيفن ار اللي اتكلمنا عنهم. انت عايز تحقق اعلى بروفيت صح؟ قلنا يبقى لازم تحقق الرايت تايم والرايت بليس والرايت برودكت والرايت كواليتي والرايت كوانتيتي تو ريتيرن ذا هاي بروفيت، عشان يرجع لك اعلى عائد او اعلى ربح ممكن. من ضمن الحاجات اللي ممكن تؤثر زي ما قلنا وقت العبور، متوسط زمن التوقف او وقت التوقف اثناء الشحن، لان ده بيعمل لي ديلاي او بيعمل لي تاخير في استلام الشحنه للعميل، فممكن يخليني اخل بهدف من هذه الاهداف. طب الافريج لودنج تايم، متوسط وقت التحميل، ده بيرجع للاماونت اوف تايم ات تيكس تو لود ا كارير ويز فريت. يعني النهارده بيقول لك ده بيرجع للوقت المستغرق او مقدار الوقت اللي بتستغرقه عشان تحمل الناقل بالبضائع، اللي هو سواء كنت بتحمل عربيه او بتشحن طياره او هتشحن على مركب وهكذا. فبالتالي النهارده ده بيشتمل عندنا طبعا مرقل الاعمال الورقيه البيبر وورك والارايفد ات ذا لودنج دوك، يعني معناها مجرد وصول رصيف السفينه للرصيف بتاع التحميل بتاعنا، سواء كان رصيف تحميل سياره او رصيف تحميل طياره او رصيف تحميل مركب.
ده العنصر ده يا جماعة بيكون مؤشر رئيسي جدا بيشير لكفاءة سلسلة الإمداد. يبقى هنا زيه زي أي عنصر من العناصر السابقة like the previous item on this list، زي عنصر العبور والوقت المستغرق والتوقف، هنا برضو ده بيعتبر indicator مهم جدا إن السبلاي تشين بتاعتي شغالة بكفاءة. وقت التحميل، يعني أنا النهاردة لما بستخدم معدات تحميل مناسبة دايما بنقول كده مثلا دايما المواني لازم المركب توصل يكون عندنا عدد من الاوناش. طب الاوناش دي يا جماعه بتشتغل ازاي؟ النهارده بقى في حاجه اسمها الاوتوميتد بورد. يعني ايه؟ يعني يكون كل المعدات الكترونيه عشان يتم عمليه اللودنج والابلودنج اللي هو الشحن والتفريغ للبضائع بصوره امنه وسليمه وفي اقل وقت ممكن. يبقى التايم اللودنج هنا وقت التحميل من الاوقات المهمه جدا اللي لازم اراعيها داخل سلسله الامداد عشان مخاطر تأخر التحميل أو التعبئة الغير جيدة بيعرض البضائع بتاعتي لمخاطر كتيرة جدا، أقلها يمكن هو الديلي التأخير، لكن ممكن يحصل دامج لو أنا اللودينج بتاعي ما كانش آمن، ممكن يحصل مخاطر كتير جدا. فبالتالي لازم أحسب كويس أوي الأفريج أوف لودينج تايم، متوسط وقت التحميل. لازم يعمل عندي حاجة من المسارات المهمة أو من النقاط أو المعايير المهمة اللي لازم أخدها في اعتباري هي الروت أوبتمايزيشن. الروت أوبتمايزيشن هنا اللي هو المسار اللي إحنا بنمشي فيه. قالك من المهم جدا إن أنا أحط عندي أو آخد في الاعتبار إزاي الشركة بتقوم بتحسين مسار النقل بشكل مستمر. عشان الوقت هنا يا جماعة الترافل تايم أو وقت الرحلة المستغرق هنا لازم أعمل على إنقاصه بشكل مستمر. They have a direct effect on the supply chain cost and efficiency، لأنها بيكون ليها تأثير مباشر على تكلفة سلسلة الإمداد وعلى الكفاءة والفاعلية بتاعتها. يعني النهاردة في حالة اختياري مسار سهل، يعني لو كان الشركة عندها أسطولها الخاص فبالتالي بيمكنها دايما إنها بتراقب هذا المقياس بشكل مهم قوي، تعرف تحط كاميرات على العربيات فبالتالي أثناء نقل البضائع بتعرف هل السائق ده اتخذ المسار السليم أو اتبع المعيار المسؤول عنه ولا لأ، المسار اللي تم وضعه للسير فيه ولا لأ. الحاجة التانية في الروت اوبتمايزيشن إن أنا لو بشحن عن طريق كارير منفصل أو عن طريق ناقل آخر وأنا لا أمتلك أسطول النقل، ببتدي أتعاون مع ناقل يديني البلان بتاعته أو الخريطة قبلها بحيث إن أنا أكون عارف بالظبط إيه المسار اللي هتاخده الشحنات، لأن ده بيؤثر تأثير كبير جدا عليا. طبعا لو كان شركة النقل دي مسارها طويل قوي وبتاخد وقت كبير جدا عشان توصل البضايع، ده بيضرني ضرر كبير إن أنا بلاقي البضايع بتاعتي بتوصل متأخر للعملاء، لو كان الطريق بتاعها كمان غير آمن بيعرض للقرصنة أو بيعرض للسرقات أو نوع من أنواع الاحتيال بأي شكل من الأشكال، ده مؤثر تأثير قوي جدا في السبلاي تشين كوست بتاعتي. بالإضافة لإن ممكن يكون ناقل آخر بينقل بسرعة، ده ممكن بالنسبة لي يكون جيد ولكن تكون تكلفة النقل بتاعته أعلى. فهنا أنا عندي اختيارين، يا إما إن أنا بكون بمتلك الأسطول بتاعي أو بتعامل مع ثيرد بارتي كارير، يعني طرف ثالث هو المسؤول عن عملية النقل. وهنا بقدر أكون عاملة مونيتور، يعني بقدر أراقب من خلال هذا المقياس، ببتدي أراقب كويس جدا وابتدي أعرف التكاليف اللي هيتم تحصيلها خلال عملية النقل أو من خلال عملية الشيبينج اللي بتحصل، سواء كان بملك لهذا الأسطول فبشوف تكلفة الوقود والصيانة وغيره من تكلفة الأسطول بتاعي، أو إن أنا بدفع تكلفة النقل لكارير آخر اللي هو بيمثل بالنسبة لي الثيرد بارتي كارير أو الطرف الثالث المسؤول عن عملية النقل أو الشحن. من المقاييس المهمة اللي باخدها في الاعتبار أثناء التعامل مع الفريت كارير بتاعي المينتيننس سكادول، هل في جدول صيانة فعلا معمول للمعدات ولا لأ؟ لأن أثناء النقل أنا مش مفترض أبدا إن يحصل تعطل، فبالتالي ده من غير المفضل is less likely to break down إن أنا يحصل عندي انقطاع فجأة في سلسلة الإمداد بتاعتي. لازم يكون المينتيننس سكادول ماشي بالشكل المناسب، بيتم عمل صيانة للمعدات بالشكل الملائم وبالسرعة المناسبة. طبعا أنا بيخليني دايما أتجنب ده لأن ده بيبقى حدث يعني من الأحداث المضرة جدا أو الغير مسموح بيها إن يحصل انقطاع غير ضروري في سلسلة الإمداد.
طبعا ده بيؤثر عليا، لان في حالة تعطل السيارة لاي سبب من الاسباب او عمل حادث تأخرت الشحنات. لكن ما ينفعش ابدا، هل ينفع ان انا اقول النهاردة في طيارة عندها اقلاع الساعة 3 ظهرا؟ ينفع ان انا اجي الساعة 3 والاقي الطيارة دي محتاجة انها محتاجة قطعة غيار معينة غير مش موجودة، او محتاجة تدخل صيانة، او محتاجة، طبعا ده غير مبرر بالمرة، لان ده هيعطل السبلاي تشين بتاعتي وهيعملها انقطاع غير مبرر وغير مرغوب فيه. زي ما اتعودنا واتكلمنا في البروجكت ريسك، قلنا ان انا لازم في جزء مهم جدا عشان يحصل استجابة سريعة او احقق الكويك ريسبونس، لازم يكون عندي خطة طوارئ. خطة طوارئ هنا يا جماعة لازم تكون موضوعة للأنشطة اللوجستية اللي بتتم، سواء بقى كان النقل، التخزين، إدارة المخزون، كل ده لازم يكون عندي. تجار تجزئة والمصنعين لازم يكونوا بيمتلكوا خطة طوارئ لوجستية لضمان استمرارية الأعمال في حالة تعطل أي جزء في سلسلة التوريد. يعني أنا النهاردة لو مطلوب مني العميل في الإمارات إن أنا أبعت له منتج معين من مصر، حصل تعطل في سلسلة الإمداد والشحنة توقفت لأي سبب، انا عايز اوصل العميل ده في الوقت المحدد، فبعمل ايه؟ ممكن اتواصل مع تاجر تجزئة تابع لينا عنده نفس المنتجات بالكمية اللي محتاجها العميل، ولكن موجود في السعودية، يقدر يوديها للامارات ويوصلها للعميل في الوقت المناسب. في الحالة دي انا من خلال خطط الطوارئ انا عملت استجابة سريعة، بحيث ان انا طول الوقت بدور على الكاستمر ساتسفاكشن او على رضا العميل. في الحالة دي يا جماعة أنا ببتدي أضمن الاستمرارية في العمل حتى لو تعطلت سلسلة الإمداد لأي سبب. طبعا هنا أصبحت الحاجة ضرورة وملحة جدا 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 لخطط الطوارئ، إن يكون عندي خطط طوارئ متعددة وقوية. وطبعا ده حصل في ضوء أزمة كوفيد 19، تسبب اضطراب سلسلة التوريد على نطاق عالمي في حاجات كتيرة قوي، من ضمنها إن احنا حصل تخفيف، حطينا بلان تو سبلاي تشين ريسك ميتيجيت، يعني عملنا بالظبط سلسلة توريد على نطاق عالمي نقدر نخفف بيها الأزمة اللي حصلت في الكوفيد 19، واتبعنا فيها عدد من الخطوات. الخطوة الأولى حط خطة طوارئ، يتم وضع خريطة لسلسلة التوريد الخاصة بيك للحصول على فهم واضح لإيه الكيانات اللي موجودة داخل هذه السلسلة الأكثر عرضة للمخاطر. زي لو انا بشتغل مع احنا اتفقنا ان انا عندي المانيفاكتورنج او المانيفاكتورز المصنعين والسبلايرز الموردين والديستريبيوشنز اللي هم الموزعين، مين في المنطقة دي اعلى واحد ممكن يتعرض للريسك؟ لما بيكون محدد ده قدامي من خلال بلان واضحة او في عندي خريطة واضحة لده، ده بيساعدني كتير جدا في تجنب او تخفيف المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها هذا الجزء لانه محدد. بعد كده ببتدي اعمل تقييم كامل لكل الموردين بناء على عوامل المخاطر السياسية والجغرافية والاقتصادية. احنا دايما بنتعرض للبوليتيكال والجيوغرافيكال والايكونوميك، ببتدي اعمل اسيسمنت بقى لكل الموردين بتوعي، مين فيهم عنده القدرة على التعامل ده، ومين فيهم الاقل عرضة للمخاطر السياسية، مين فيهم اكثر عرضة للمخاطر الجغرافية. التصنيف ده بيفيدني جدا في عملية في داخل السبلاي تشين بتاعتي. الحاجة الثالثة والأخيرة إن أنا هشوف نوع شبكة الموردين، هشوف النوع ده، نوع شبكة الموردين الخاصة بيا، بحيث إن أنا ما اعتمدش على مورد واحد، ببتدي أعمل تنوع. التنوع ده يا جماعة بيديني إمكانية إن أنا يكون عندي أكتر من سبلاير، حصل أي مشكلة عند مورد استمر معايا التوريد عن طريق موردين آخرين، وده بيبقى مفيد ومهم جدا بالنسبة لنا. طبعا على اساس الخطط اللي تم وضعها للكوارث او للاحداث اللي بتحصل ممكن تؤدي لخطر داخل سلسله الامداد، دايما بعمل اوديت للوجيستكس بروفايدر. على اساس هذه الخطط بعمل دايما مراجعه او تدقيق وتقييم لمقدم الخدمات اللوجستيه. بعد كده ببتدي اشكل فريق، بشكل فريق استجابه للازمات عشان يتخذ قرارات حاسمه في حالات الطوارئ، حالات الامرجنسي. بقى انا عايزه النهارده اخد قرار سريع، لازم يكون عندي فريق اداره ازمات اسمه ايه، الريسبونس تيم، ده مسؤول عن الاستجابه، ده الفريق الاستجابه في حاله الازمه. بعد كده بعمل عمليه تطوير لقنوات الاتصال قويه، بحيث ان الموظفين يكونوا عارفين ايه مسؤولياتهم وايه دورهم داخل هذه السلسله.
بحيث ان انا النهارده لما بكون عارف ال responsibility are in the event of the supply chain distribution بيكون عارف دوره داخل سلسلة الامداد، فبيقدر يتحرك في ضوء هذا الدور. ما يبقاش انا النهارده الموظف بيشتغل لكن مش عارف هو بيعمل ايه، هنا ده بيؤثر. فالكوميونيكيشن تشانل هنا يا جماعه ان انا افتح قناه اتصال مع الموظفين بتوعي، ببتدي اوضح له فيها ايه اختصاصاته وايه مسؤولياته داخل سلسله الامداد. ده بيسهل عليا كتير جدا وبيقلل من المخاطر اللي بتتعرض ليها سلسله الامداد. من ضمن الحاجات المهمه جدا ان يكون الموظفين بتوعي على وعي ودرايه بمسؤولياتهم زي ما قلنا، فبالتالي انا لازم اعمل تدريب داخلي للتوعيه بالمخاطر دي. لازم يكون في internal risk awareness training، لازم يكون في توعيه بالمخاطر دي للعاملين داخل المنظومه او داخل السبلاي تشين، لان الاداره مش هي المنطقه الوحيده اللي داخل المؤسسه اللي بتساعد في التخفيف من مخاطر سلسله التوريد. ده بيتطلب مني يا جماعه ان انا يكون عندي ثقافه واعيه بالمخاطر على جميع مستويات العمل. يعني لازم يكون الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا والإدارات التنفيذية كلهم عندهم وعي وعلم بهذه المخاطر، وده بيسهل عليا. دي بتكون أحدث طريقة عندي لأن أنا وأسهل طريقة للتخفيف من مخاطر سلسلة الإمداد. طبعا ده بيتحقق من خلال التدريب للتوعية بالمخاطر. القوى العاملة بتاعتي اللي بتشتغل بيكون عندها وعي بإيه المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها، وبيجب يتضمن منهج التدريب ده زي أي مادة علمية، لازم يتضمن على مجموعة حاجات هتفيدنا وتساعدنا كجهة أو كمؤسسة في مواجهة هذه المخاطر. أول حاجة خالص لازم يكون عنده الـ Common Supply Chain Management Risk Challenge، يعني لازم يكون عارف المخاطر أو التحديات اللي بتقابل سلسلة الإمداد بتاعتنا بشكل شائع كمؤسسة، سواء كنا مؤسسة خدمية أو بتقدم منتج معين. اقدر اشوف ايه نوع الريسك اللي بنتعرض ليه بصفه مستمره او شائعه. ويمكن احنا في البروجكت ريسك كنا لفت نظرنا او كنا اتكلمنا في حاجه مهمه وقلنا ان من المخاطر الشائعه هي الكوست والسكادول والسبلاي تشين. يبقى انا عندي هنا ممكن اعرض لخطر تكلفه بشكل مستمر، فببتدي احس العاملين بتوعي من خلال التدريب على الحد من الاسراف، على الدقه في العمل، على تقليل الهادر في العمل. ببتدي اشوف ايه هو افضل طرق او افضل ممارسات ممكن ناخدها تجاه الريسك مانجمنت. ببتدي اشوف يا جماعه، ببتدي اوضح لهم داخل الماده العلميه بتاعتهم الكمبيوتر اند انترنت. الكمبيوتر اند انترنت دايما بيعمل لي امبروف او بيعمل لي تحسين في التحسين النوعي الخاص بالسايبر سيكيورتي. طبعا اويرنس، لازم يكون عندهم وعي بالمخاطر اللي بنتعرض ليها تكنولوجيا وازاي بنقدر نتعامل مع جزء المخاطر الالكترونيه دي من خلال ان احنا يكون عندنا باك اب، يكون عندنا انتي فايروس وانتي سباي وير، يكون عندنا فاير وول. لازم ده كله يكون من ضمن الماده التدريبيه للايه للعاملين. لازم يكون عندنا حاجه اسمها سبلاي تشين ريسك اسسمنت سوفت وير تريننج تو انكارج اند يوزر ادابتيشن. يعني يكون التدريب على برامج سلاسل الامداد او تقييم مخاطر سلاسل الامداد، عشان كده انا بساعد الاعتماد على المستهلك النهائي او المستخدم النهائي. يبقى انا النهارده هنا انا عشان اتحكم او من ضمن الاستراتيجيات السبلاي تشين ريسك مانجمنت استراتيجي، ان حضرتك هنا بتتعامل من خلال الانترنال ريسك اويرنس تريننج، تعمل تريننج للعاملين بتوعك يشتمل على الاخطار الشائعه اللي بنتعرض ليها، يختار على أفضل طرق الإدارة لهذه الأخطار، التطور التكنولوجي اللي حاصل وكيفية أمن وحماية المعلومات، إعادة التقييم الخاصة بالسبلاي تشين سوفت وير اللي بنشتغل عليه عشان نقدر نكون حريصين على سلسلة التوريد بتاعتنا إنه بيتم تقييم المخاطر بالشكل الآمن. الاستراتيجية التامنة بتقول لنا حاجة اسمها مراقبة المخاطر باستمرار. احيانا بنشوف الامر ده ان هو امر مفزع، ان انا بشوفه ان انا حاجه صعبه جدا ان انا طول الوقت براقب المخاطر. لا بالعكس، من ضمن المخاطر دي على فكره ممكن تكون التنافسيه، ممكن المنافسين في السوق، ممكن يكون المركز المالي للمؤسسه، ممكن يكون في مخاطر كتير ممكن نبتدي نتابعها باستمرار. ولكن المراقبه المستمره للعوامل المتوقع انها تكون مصدر مخاطر في سلسله التوريد ده بيكون مفتاح الحمايه منها، ان انا بقدر افويد. فاكرين الافويد والميتيجيت والترانسفير اللي خدناهم في البروجكت ريسك؟ نفس الفكره، انا ممكن طالما انا بعمل
مونيتورنج زي ما اتفقنا لما كنا بنقول في البروجكت ريسك هاو تو مونيتور، ازاي تعمل مونيتورنج اند كنترول. لما بتعمل مونيتور للسبلاي تشين ريسك مانجمنت او للسبلاي تشين ريسك بتاعتك باستمرار، ده بيساعدك على الوقوف على مناطق الخطر بشكل مستمر، وده بيكون المفتاح اللي بنقدر نتعامل بيه مع المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها سلسلة التوريد. العديد من المؤسسات بتفترض ان هي هتكون آمنة، ولكن بمجرد ما تبتدي تبص اللي عمل تخفيف المخاطر عن سلسلة التوريد وتبدأ تشتغل عليها، بتلاقي هنا ان العمل لا يتوقف، وبتبتدي ترجع لكل مستوى من مستويات سلسلة الإمداد بعناية، وبتبحث عن مؤشرات المخاطر المحتملة. وأسهل طريقة للقيام بأنها تعمل عملية المونيتور والمراقبة، وكان الحل عندنا هو الاستثمار الرقمي. الاستثمار الرقمي هنا يا جماعة سواء لبائع للبيع بالتجزئة، ممكن يكون قابل للتطوير عن طريق عملية الرقمنة أو الأتمتة، إن أنا بحوله لأوتوميتد. النهاردة حضرتك وأنت قاعد في البيت ممكن تعمل شوبينج أونلاين، فبالتالي النهاردة ده بيساعدنا كتير جدا، وده بيخفف المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها تاجر التجزئة داخل منفذ البيع. ولكن بيحتاج مننا طبعا، ده ما بيوفرش الامان وراحة البال زي ما بنقول، لكن احنا بنحاول نساعد ده من خلال توفير معلومات قيمة، تبسيط العملية التجارية، ان عملية الدفع النهاردة انت ممكن تشتري وتدفع بالكريدت كارد، ما عندكش اي مشكلة وانت موجود اونلاين على الانترنت. ففي الحالة دي احنا عملنا مونيتور، قدرنا نراقب ده من خلال الشاشات، بدنا نعرف عن طريق التحول الرقمي نقلل من مخاطر اللي بيتعرض ليها تجار الجملة وتجار التجزئة. بتقدر يكون عندك متابعة مستمرة، يبقى الإدارة الإلكترونية ونظام الديجيتاليزيشن والانفتاح الإلكتروني العالمي ادانا مزايا مهمة جدا، أهمها حاجة أنا طول الوقت بذكرها لحضراتكم اسمها الفيزابيليتي والكنترولينج، اللي من خلاله بقدر أعمل المونيتور. الفيزابيليتي والكنترولينج هما الرؤية والتحكم، إن أنا طالما شايف العملية قدامي بقدر أتحكم فيها بشكل مستمر. وهنا بيدخل معايا الكاستمر على نفس النتورك بتاعتي، لكن طبعا بيكون محدد زي ما ذكرنا قبل كده لكل واحد المسؤوليات او الدور اللي بيقدر يشوفه وبيقوم بيه. واحسن وسيلة عندنا ان انت توفر له وسيلة دفع آمنة علشان يقدر يتعامل بمنتهى الامان. الاستراتيجي التاسعة هيقول لك يوز داتا موديل كي ريسك ايفنت سيناريو. يعني ايه؟ يعني استخدم حضرتك نمذجة البيانات او حط نموذج للبيانات وطلع منه سيناريو. السيناريو ده بيكون ايماجين، يعني بيكون تخيلي ولكن قابل للتحقق، هو تخيلي ولكن قابل على التحقق. فبيكون بيديني القدره من خلال مجموعه البيانات اللي تم جمعها على التنبؤ بحدث او خطر قبل حدوثه بوقت طويل، وده اللي بتوصلنا ليه التكنولوجيا. التكنولوجيا النهارده بتوصلنا ليه بفضل علم البيانات والتحليلات والتنبؤات اللي بتحصل، قربنا كتير جدا، لان احنا يكون عندنا كم هائل من البيانات، فبيفتح فرص كبيره جدا او فرص ضخمه للشركات باستخدام علم البيانات وتحليلها التنبؤيه لانشاء نماذج وسيناريوهات بتقدم بصيره مبدئيه كنوع من انواع التنبؤ باحداث المخاطر المحتمله. ده بيساعدنا ان احنا نطور المزيد من خطط الطوارئ، بنعد عملنا بشكل افضل في حالة وقوع الكارثة. حصل عندي أي مشكلة بقدر أتعامل معاها بشكل أوضح وأسرع، لأن كان عندي فوركاستنج قبل كده أو تنبأت بهذا العمل محددا. رقم 10 والأخيرة، ودي آخر استراتيجي في السبلاي تشين ريسك مانجمنت استراتيجي، إن حضرتك تجمع البيانات عشان يكون في سهولة للوصول إليها. وده بيؤدي لان انا يكون عندي العديد من الحلول، يعني تو ميني سوليوشن، عندي بيانات كتيره جدا، فببتدي يكون عندي حلول كتيره جدا من خلال السوفت وير المستخدم عندنا لاتمام العمل. وهنا بنخزن البيانات دي من خلال انظمه مختلفه جدا، بيكون عندي اكتر من سيرفر، بيكون عندي داتابيز كبيره او ضخمه زي برامج السيكوال والبرامج الاوراكل والكلام ده، ممكن اعمل عليها ستور لهذه الداتا من اجل ان انا بسهل الاستفاده من هذه البيانات والتحليلات والتنبؤات اللي قمت بيها. وده بيساعدني في ان انا بستثمر في حل شامل، سواء للبيع بالتجزئه اللي بيحافظ على جميع البيانات في مستودع واحد مركزي ومنظم، ابتدي احط الداتا بتاعتي كلها في مكان تخزين واحد. يعني زي لو انا عندي
مصنع زي مصنع المراعي، كل الداتا الخاصة بدولة السعودية في فولدر، كل الداتا الخاصة بدولة مصر في فولدر، كل الداتا الخاصة بدولة الأردن في فولدر. يبقى في الحالة دي أنا كل منفذ للبيع بالتجزئة البيانات الخاصة بيه سواء العملاء، المتعاملين، البضائع اللي بيوفرها متاحة داخل مكان واحد. وبكده يبقى احنا خدمنا مع بعض الجزء الخاص بالسبلاي تشين ريسك مانجمنت استراتيجي، درسنا 10 استراتيجيات من اهم الاستراتيجي اللي ممكن تتعامل معاها للتعامل او من اجل التعامل مع الريسك او المخاطر اللي بتتعرض ليها السبلاي تشين بتاعتنا. هنا هنبتدي نسأل نفسنا سؤال، هو ليه سلاسل التوريد النهارده ضعيفة جدا؟ ليه سلاسل التوريد النهارده ضعيفة للغاية؟ الإجابة هنا هتكون من خلال 4 نقاط مهمة جدا. أول حاجة إن إحنا بدأنا نتبنى ممارسات رشيقة أو بنقول عليها النهاردة اللين أو الممارسات المرنة على نطاق واسع في سلسلة الإمداد. الحاجة التانية إن أنا نقلت من التصنيع وبدأ الانتقال لحتة الأوفشور مانيفاكتورينج أند سورسينج. عملية الانتقال للتصنيع وان انا استعين بمصادر خارجية دي برضو حاجة مهمة جدا، زي موفت تو اوفشور مانيفاكتشرنج اند سورسينج. دي من الحاجات اللي خلت الموضوع شوية صعب او ادت ضعف لسلسلة الامداد، ان انا النهاردة ما بقتش على قد التصنيع بس، دخل معايا كمان المصادر الخارجية. الاستعانة بمصادر خارجية بيخفض من قاعدة الموردين بتوعي. الاوت سورسينج هنا ريديوس ان ذا سبلاير بيس، يعني انا النهاردة لو عندي داتا بيز من موردين بيوردوا لي الماده الخام انا بعتمد عليهم لفترات طويله جدا، جيت فجاه كده وجبت شركه مسؤوله عن التوريد واديتها الشغل ده، اصبح النهارده انا استغنيت عن كل هؤلاء الموردين. فهنا عمليه الاوت سورس احيانا بتضعف شبكه او سلسله التوريد. الحجر اللي بعد كده التوحيد العالمي للموردين، يعني النهارده كل الموردين موحدين على مستوى العالم. اخر حاجة الانتاج والتوزيع المركزي، ان حضرتك بتنتج وتوزع بصفة مركزية. الحاجات دي كلها بتضعف سلسلة التوريد، كل ده بيجعل سلسلة التوريد بتاعتنا عرضة دايما للاضطرابات. لما بتبقى جلوبال بيبقى انت عالمي، يبقى معنى كده ان اي تغير سياسي او اقتصادي او اجتماعي في اي دولة من الدول اللي بتؤثر على السورسنج بتاعتك او على التصنيع سواء على المصادر او التصنيع، اصبح هنا حضرتك تأثرت بهذا التأثير، وده بيؤدي لان سلسله الامداد بتاعتي تكون عرضه دايما للاضطرابات. هنشوف هنا نموذج لمخاطر سلسله الامداد او السبلاي تشين ريسك. جينا في فتره من الفترات توقفت صناعه السيارات اليابانيه بالكامل، وده كان عقب زلازل او زلزال تعرضت ليه، فادى التوقف هنا لانتاج حركات اللي هي المكبس بتاعتنا للمحركات اللي بتقدمها شركه ريكن. الشركه دي كانت بتقدم لنا المنتج ده بس مع الأسف توقفت، ودي كانت شركة رائدة في الصناعة في السوق المحلي، وده طبعا كان من مخاطر اللي تعرضت لها سلسلة التوريد ان توقف الانتاج نفسه نتيجة للزلازل. حصل حاجة تانية مع شركة تويوتا على وجه الخصوص، اضطرت لوقف العمليات في جميع مصانعها المحلية، وكان بالغ عددهم 12 مصنع، فجأة توقفت نتيجة برضو لمخاطر سلسلة التوريد. برضه من السبلاي تشين ريسك اللي ممكن تحصل ان حصل حريق في مصنع رئيسي للموصلات اسمه فيليبس. فيليبس هنا كان بيعمل لنا حاجه اسمها السيمي كوندكتور فاكتور، ده كان سنه 2000، حتى سبب الحريق ده في نقص عالمي في رقائق التردد اللاسلكي المستخدمه من قبل نوكيا واريكسون، الاثنين دول ما بقوش راقيين الرقائق علشان يشتغلوا، فقامت نوكيا على الفور بإعداد مصدر آخر وإعادة تصميم رقائق أخرى بحيث يمكن إنتاجها في مكان آخر، ومع ذلك استجابت أريكسون بشكل أبطأ وخسرت ما يقدر بحوالي 400 مليون دولار من أجهزة الهواتف المحمولة. يبقى هنا لما حصل الحريق أصبح عندنا مشكلة في قطعة من القطع المهمة جدا للأجهزة بتاعتنا إحنا وأريكسون بنجيب من نفس المورد. طب المورد ده حصل عنده مشكلة، نوكيا كانت سريعة جدا انها حطت ديزاين لشكل تاني وقادرة على انتاجه في مكان اخر غير المكان اللي تم الحريق فيه. اريكسون اتأخرت شوية فتعرضت لحاجة طبعا مؤسفة جدا، وهي خسارة 400 مليون دولار من اجهزة الهواتف المحمولة نتيجة لايه؟
لو جينا بصينا على الاكزامبل ده هنلاقي ان الكويك ريسبونس او سرعه الاستجابه، الخطه البديله بسرعه احنا صممنا، طبعا هي مش صممت وقتها، ولكن الديزاينز دي اكيد كانت موجوده قبل كده، لان دي من ضمن المخاطر اللي ممكن تتعرض لها سلسله التوريد، هو الخطر القادم من عند المورد او السبلاير. برضه من السبلاي تشين ريسك اللي حصل، قال لك ان اتضح يعني بالامس ده كان سنه، كان يوم 31 جولاي 2007، امتدت طبعا ايه ان امتدادات الايس كريم نفذت من مصنع يونيفر، وده الوحيد في المملكه المتحده ومقره في غولستر المنكوبه بالفيضانات، وتم اغلاق المصنع 10 ايام نتيجه للفيضانات ونتيجه لنقص الماده. عاده بتصنع الشركه 5 مليون من الايس كريم والمصاصه يوميا في المصنع. طب تخيل بقى المصنع قفل 10 ايام، يعني 5 مليون في 10، يعني احنا خسرنا 50 مليون قطعة آيس كريم ومصاصة في المصنع ده، وعندها مخزون كبير جدا من المجمدات، لكن قد يستغرق الأمر أيام قبل استئناف الإنتاج. أنا هاخد وقت شوية قبل ما استأنف الإنتاج الطبيعي. طبعا هنا توقفت الصناعة، وإن هنا طبعا هيكون في حرب على الآيس كريم. تحاول العلامات التجارية المنافسة طبعا استغلال المأزق اللي وقعت فيه يونيليفر واكتساب حصتها في السوق. النهارده هي بقت يا عيني في منافسه رهيبه جدا انها تخسر الماركت شير بتاعها، وعندها مشكله في انها تستعيده مره تانية، لان زي ما اتفقنا العميل توجه للسوبر ماركت محتاج ايس كريم، ما لقاش يونيليفر موجود اخذ الايس كريم المتاح. فبالتالي النهارده دايما لازم يكون عندي يا جماعه الكويك ريسبونس، سرعه الاستجابه في حاله المخاطر. حصل عجز في الماده الخام بقدر اجيبه من مورد اخر، قلنا ما ينفعش ان انا اعتمد على مورد وحيد، لان هنا بتزيد المخاطر الخاصه بالسبلاي تشين. ويمكن ده بان في النماذج اللي احنا شفناها، سواء اليابانيه او شركه تويوتا او اريكسون ونوكيا في حاله عدم توفر الرقائق، والنهارده في الايس كريم. يمكن حصل عندنا حاجه في مصر حاليا وهي موجوده ومستمره الى الان، ان ماكدونالدز مثلا عنده الماده الخام لصناعه الايس كريم اجمالا بقى للحاصل ده مش موجوده تقريبا بقى لها ما يقرب من 20 يوم، وجميع الافرع الخاصه بماكدونالدز في مصر ما بتقدمش ايس كريم. وبالتالي برضو هنا في عندها مشكله كبيره ان هي بدات تفقد الماركت شير بتاعها في هذا المنتج. سبلاي تشين ريسك ان سيستماتيك، هنا بنتكلم على العمليه التنظيميه لسلسله الامداد، وده بيكون الخطر الاكبر بتاعي ان انا افضل مكمل في البيزنس بتاعي من خلال outside the company in the wider supply chain، ان انا اكون معتمد على، يبقى يكون الخطر الاكبر هنا يا جماعه في اعتمادي على موردين خارجيين من خارج سلسله التوريد بتاعتي. وده طبعا بيكون يعني بيعرضني لمخاطر كتير قوي لانه خارج المنظومه بتاعتي. احيانا النهارده لو جينا نبص لشركه زي تويوتا هتلاقيها عامله مجموعه مصانع هي دي سلسله التوريد الخاصه بيها، مجموعه زي مرسيدس نفس الحكايه. فبنبتدي نرجع لايه؟ لان انا يكون عندي مجموعه كيانات بتخدم المنتج الخاص بي، ده بيكون افضل كتير جدا. طبعا النهارده سلسله الامداد اصبحت معقده وكبيره، وطبعا بدا يدخل فيها اطراف كتير جدا. الاول كنا بنبعد الكاستمر، لان النهارده العميل احنا بندور على الكاستمر ساتسفاكشن بتاعه، بالتالي احنا عايزينه مستمر معانا، عايزينه رضا العميل، بنزود في الكاستمر سيرفيس، فكل ده بيزيد من تعقيد وترابط سلاسل التوريد الحديثه، وده بيعرضها لانها تكون اكثر اضطرابا. المخاطر البيئيه اللي خارجه عن السيطره زي ما يحصل عندنا، بيتم انشاء طبعا مخاطر نظاميه احيانا من خلال قراراتنا الخاصه، لكن المخاطر البيئيه اللي خارجه عن السيطره ده بيبقى خلاص دي حاجه خارجه عن ارادتنا، زي الكوفيد 19، زي السلسال، زي الاعصار، زي البركان، دي حاجات خارجه عن السيطره. لكن احيانا النظام نفسه او الهيكل النظامي للعمل داخل السبلاي تشين بيحصل فيه مشكله، زي انك تحط رئيس مجلس اداره مش ملم قوي بالمنظومه، او انك تشيل حد من مكانه في وقت حرج او في وقت خطر، ده بالنسبة لنا شيء مهم جدا. دي برضو من المخاطر اللي تتعرض ليها سلاسل الامداد كشيء من المخاطر النظامية. وهنا هنتعرف ان انا عندي نوعين من او فئتين، categories of supply chain risk، فئتين او مجموعتين من مخاطر سلاسل التوريد الاكثر انتشارا او العامتين. supply chain risk بتتقسم لإيه معايا؟ بتتقسم لحاجة اسمها nodes وحاجة اسمها links. النودز بتعبر عندي عن المخاطر التنظيمية اللي هي العقد، كل عقدة من دول بتعبر عن خطر تنظيمي،
واللينكس هي مخاطر الشبكة نفسها أو النيتورك. النيتورك لينك يعني أنا عندي العقدة دي خطر، ممكن يحصل عندي خطر تنظيمي نتيجة لتغير في مجلس الإدارة، تغير في استراتيجية الإدارة المتبعة داخل الشركة، التعامل مع مورد جديد بآلية جديدة، كل دي أخطار مخاطر تنظيمية ممكن نتعرض ليها. اللينك هنا هو طريقة الارتباط أو النيتورك ريسك اللي هي مخاطر شبكة الاتصال نفسها، وده من المخاطر الأكثر شيوعا أو من الفئتين الأكثر شيوعا بالنسبة للسبلاي تشين ريسك. وده بيوديني للسبلاي تشين ريسك مانجمنت أو إدارة مخاطر سلسلة التوريد. وهنا بنعمل ايدنتيفيكيشن زي ما احنا عارفين، بنعمل إدارة للمخاطر من خلال تحديد وإدارة المخاطر الموجودة داخل سلسلة التوريد والمخاطر الخارجية أو الخارجة عنها، من خلال إن احنا بننسق بين أعضاء هذه السلسلة للحد من ضعف سلسلة التوريد ككل. لأن أنا لو كل واحد من دول اشتغل لوحده أو كل جزء في السلسلة اشتغل دون الترابط أو دون التنسيق بينهم، إن أنا يكون عندي good communication skills بينهم، إن أنا يكون النتورك بينهم كويسة، يبقى أنا كده بحافظ على العلاقات والارتباطات بين كل فرد، بنسق بين كل المتعاملين داخل سلسلة التوريد. وده بيعمل لي حاجة مهمة جدا اسمها avoiding. لو نفتكر مع بعض في البروجكت ريسك، أنا كنت بقول لحضرتك إن احنا لازم ناخد خطوة استباقية to avoid the risk. فده فعلا لما بيتم التنسيق المسبق والتعرف على المشاكل والمخاطر اللي ممكن تواجه إدارة سلاسل الإمداد، ده بيعمل لي تجنب في حاجة اسمها loss customer confidence. يعني أنا بفقد، إن أنا بقلل نسبة فقدان ثقة العميل فيا. وده طبعا هنا يا جماعة، وده بيقلل من قيمة المساهمين نتيجة لاضطراب في أي سلسلة من في أي جزء من أجزاء سلسلة الإمداد. أنا دايما بعمل على الكاستمر ساتسفاكشن أو على رضا العميل، فبالتالي النهاردة بالتنسيق الجيد والعوامل التنظيمية الجيدة والربط بين كل المكونات التنظيمية لسلسلة الإمداد، مع التعرف على المخاطر المتوقعة وتحديدها وعمل الأناليسز ليها، ده بيخليني اقدر اعمل افويدنج، ان انا اتجنب حاجه مهمه قوي اسمها اللوس كاستمر، بتجنب فقد العميل وبتجنب كمان فقد ثقه العميل في المنظمه او فقدان ثقه العملاء بتوعي. دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا كلنا داخل السبلاي تشين لازم نسعى اليها، ولازم يكون عندنا هدف واحد اسمه الكاستمر ساتسفاكشن. لما انا بحط ده قدام عيني، لو احنا رجعنا كده لعلم الاداره في الاول لما جيت اشرح لحضراتكم قيمة علم الإدارة وإزاي تم تحويله من سنة 50 لما كان بيهتم بالإنتاج، وبعدين بدأ يهتم بالتسويق، ثم الاستراتيجي، ثم الجودة، ثم قيمة العميل أو الفاليو، الكاستمر فاليو، إن أنا يكون عندي قيمة بتضاف للعميل. بالتالي أنا الفكر ده لو تم تعميمه داخل سلسلة التوريد بتاعتي من خلال التنسيق بين كل الأطراف اللي بتشتغل معايا، يبقى أنا هنا ببتدي أقلل عملية فقد العميل وفقدان ثقة العميل داخل المنظمة، وفي نفس الوقت ده بيقوي من سلسلة الإمداد وبيقلل نقاط الضعف الموجودة بداخلها. يمكن مش محتاجة أفكركم بالجزئية دي، كنت لما بقول في الأول what is the risk أو إيه هو الريسك، كنا بنقول إن هو الـ unplanned event أو الحدث الغير مخطط له اللي بيحصل وبيؤدي لـ impact أو بيكون له تأثير على البروجكت بتاعي أو على المشروع. طب النهاردة إحنا كنا طلعنا تعريف، لو نفتكره برضو في المحاضرة التانية أو التالتة، إن المخاطرة هي احتمالية الحدوث بنضربها في العواقب. لما كنا بنعمل عملية الكواليتيف والكوانتيتيف ريسك أناليسيس، كنا بنعمل تحليل نوعي في الأول، بنحدد الأنواع، وبعدين حولناه لتحليل كمي، إن أنا حولت في حالة مثلا عدم بيعي النهاردة، أنا لو متعود أبيع 100 وحدة كل يوم، في حالة عدم البيع لو أنا بعت النهاردة 50، يبقى في 50 زيادة في تكلفة المخزون، 50 عميل تم فقدهم، 50 دولار في حالة إن هي دولار بواحد دولار، 50 دولار من الإيرادات لم تحقق نتيجة لعدم البيع. يبقى هنا الريسك هنا يا جماعة بيساوي إيه؟ احتمالية حدوثه ومحتمل حدوثه بنسبة كام في المية؟ 1%، 2%، أو يوم أو 2 أو 3 حسب المعيار اللي بنشتغل عليه، مضروب في العواقب أو النتائج اللي بتترتب على هذا الريسك. الريسك مانجمنت تشانلز او التحديات اللي بتقابل اداره المخاطر، دايما انا ليه واقع في تحدي؟ لان انا بيكون عندي دايما انا عندي حاجه اسمها العاقبه او التاثير بين الهاي وبين اللو، وفي حاله اسمها احتماليه الحدوث برضو بين اللو وبين الهاي.
دايما انا عايز اخلي الامباكت قليل واحتمالية الحدوث تكون هي كمان قليلة. فعشان نحقق ده يا جماعة انا ببقى عندي دايما ببتدي اعمل حاجات عشان افويد الريسك بتاعي او المخاطرة. يعني مثلا الستار اللي موجودة دي هي هاي امباكت، هي عندها ارتفاع في الامباكت، التأثير بتاعها عالي جدا واحتمال حدوثها كمان عالي. وده بيحقق لي حاجتين، بيخلينا نفكر بطريقتين. اول حاجة اين يمكننا تقليل الاحتمال وكيف يمكننا تقليل العواقب. يعني حضرتك عايز تحول الهاي هنا تحطها في اللو، وعايز تحول الهاي من هنا تخليها لو، وعايز تخلي الامباكت بتاعه قليل. طب ازاي يبقى الاحتمال ضعيف وازاي اقلل التاثير عليا؟ بان انا يكون عندي دايما يا جماعه الالترناتيف بقى، ان انا يكون عندي الترناتيف بلان، ان انا يكون عندي خطه لاستجابه للطوارئ، ان انا يكون عندي كل الحلول اللي بنتكلم فيها دي هي اللي هتقلل من التاثير او الامباكت اللي بيحصل عندي على البروجكت بتاعي او داخل السبلاي تشين بتاعتي. طالما بتكلم في سبلاي تشين ريسك، يبقى انا النهارده لازم اعرف ايه هم المصادر الخمسه للمخاطر. مخاطر سلسلة التوريد كتيرة جدا، بس أنا عندي 5 مصادر أساسية أو بنقول عليهم المصادر المخاطر الخمسة، the five source of risk. السبلاي ريسك أو مخاطر العرض. مخاطر العرض إن ممكن يقل العرض عن الطلب، فبالتالي النهاردة في حالة الطلب القليل أنا هنا في العرض القليل أنا هنا في مخاطر. ليه؟ لأن أنا بفقد العملاء بتاعتي لأن ما عنديش إنتاج أو المنتج بتاعي مش موجود في الأسواق، فبالتالي العميل طبيعي بيروح يدور على منتج تاني بيشتري. طب الديماند ريسك، الديماند ريسك بقى هنا مشكلة الفوركاستنج اللي اتكلمنا عنها كتير قوي، ان انا دايما توقعاتي مش مناسبة للواقع، سواء بتوقع اعلى بكتير من الواقع فبالتالي يبقى عندي سبلاي كتير جدا والديماند قليل، او بتوقع اقل فبالتالي بيحصل العكس. ودي مشكلة كبيرة جدا لازم اراعي فيها احتياجات ورغبات العملاء، اراعي فيها التطور التكنولوجي اللي بيحصل في الاسواق، اراعي فيها التغيرات في السلع والخدمات، اشوف المنافسين اللي حواليا بيعملوا ايه عشان اقدر اتجنب هذه المشكله. البروسيس ريسك هي مخاطر الانتاج او مخاطر عمليه التصنيع نفسها. مخاطر الانتاج او عمليه التصنيع بتبقى عندي هنا يا جماعه المشكله فيها في ان انا سواء بقدم سلعه او بقدم منتج او بقدم خدمه سواء برودكت اور سيرفيس، وبالتالي انا النهارده محتاج احافظ على السلعه وعلى الخدمه انهم يكونوا بالجوده المناسبه، موجودين في الرايت تايم، موجودين في الرايت بليس. يبقى انا عندي هنا بيحصل مخاطر كتير اثناء عمليه التشغيل، من ضمنها نقص الماده الخام، من ضمنها زياده المخزون عن اللازم، من ضمنها الاخطاء اللي بتحصل اثناء عمليه التصنيع ان في لو كواليتي بقى، ان انا الجوده بتاعتي مش كويسه. الكنترول ريسك مخاطر التحكم، طبعا ان انا لازم يكون عندي فيزابيليتي في الاول عشان يكون عندي كنترولنج، لازم كل ما اتسعت الرؤيه كل ما قدرت اتحكم اكتر. الانفايرمنتال ريسك هي المخاطر البيئيه زي مخاطر حريق طلع فجاه بدون مقدمات، بعد الحريق مثلا اعصار زلزال. المخاطر البيئيه دي ازاي انا هيكون عندي كويك ريسبونس او سرعه استجابه للتعامل مع هذه المخاطر. وده الـ five source of risks. وده بيوصلني لحاجة اسمها location of risk in the supply chain، مكان الخطر في سلسلة الإمداد فين؟ مكان الخطر داخل سلسلة الإمداد. هنلاقي عندنا هنا يا جماعة الـ process risk هي عملية التصنيع مرتبطة بالـ demand، السهم بتاعها باتجاهين، demand هنا في طلب بصنع. دايما المفروض ان الديماند او البروسيس هنا المخاطر دي بتؤثر على الديماند والديماند بيتاثر بيها. النتورك كنترول ريسك ان انا التحكم بين كل هذه المخاطر، طبعا قبلها في عندنا السبلاي ريسك اللي هي مخاطر العرض ومخاطر الامداد كمان، يعني ممكن السبلاي هنا تكون جايه من الموردين او السبلايرز اللي بيقدموا المواد الخام، في حالة تعطل الإنتاج هيحصل مشكلة مش هقدر أوفي بطلبات العملاء. ففي عندي هنا النيتورك كنترول ريسك إن أنا أبتدي يكون عندي شبكة للتحكم في المخاطر الداخلية الخاصة بيا زي البروسيس ريسك والإيه إن أنا أوفي بالديماند. الانفايرمنتال ريسك طبعا دي البيئة المحيطة، المربع الأزرق ده بيعبر عن البيئة المحيطة وده خطر بيئي خارج عن الإرادة أو جاي لي من خارج المنظمة او من خارج المؤسسه، غالبا بيكون غير معتاد او غير معلوم بالنسبه لي من الاول، زي الكوفيد 19 لما جالنا، زي الازمه الروسيه الاوكرانيه كانت حاجه مفاجاه، وحرب
قوية، قدر فيها يتأثر اقتصاد بعض الدول، قدر يبقى فيه مشكلة في حفي السلع والإمدادات اللي رايحة لأوروبا أو اللي رايحة لبعض الدول العربية، نتيجة لأننا المواني الروسية والأوكرانية أصبحوا في خطر وهم مصدر رئيسي في حركة النقل لأوروبا، فبقى في مشاكل في النقل والإمداد، فأصبح المصانع هنا معرضة لأنها تتوقف نتيجة لنقص المستلزمات أو مستلزمات الإنتاج. فلازم براعي إن ده اللوكيشن، دي مواقع الخطر داخل سلسلة التوريد. وزي ما وضحنا إن في 5 Source of Supply Chain Risk، هنبتدي نتناولهم واحد واحد بالتفصيل. Process Risk، Process Risk هي المخاطر الخاصة بعملية التصنيع ونفسها. هنلاقي البروسيس نفسها، المانيفاكتورينج، يعني تغيرات عائد التصنيع، أوقات الإعداد المطلوبة والوقت اللي احنا طالبينه عشان نعد هذه المنتجات أو نقوم على تصنيعها، مدى ثقتي في المعدات، مدى الاختناقات اللي بتحصل أو قدرتي على الإنجاز، الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية الرئيسية، إيه المخاطر البيئية زي الكوارث الطبيعية اللي ممكن تتعرض ليها في مرحلة الـ Process Risk. هنلاقي بعدها بتيجي عندنا مرحلة مهمة قوي اسمها الـ Supply Risk. الـ Supply Risk هي مخاطر الإمداد أو التوريد، إن أنا بعتمد على موردين رئيسيين. التوحيد في السوق يا جماعة هنا في سوق التوريد ده من المخاطر الأساسية، قلنا إن أنا لازم يكون عندي تنوع في عملية التوريد. الحاجة التانية هي قضايا الجودة والإدارة الناشئة، طبعا ده من المصادر الخارجية، إن أنا بيجي لي الحاجة الكواليتي بتاعها بيكون قليل، ده بيعمل لي مشاكل أحيانا مع المصادر الخارجية، ببقى عندي مشكلة إن أنا الإنتاج بتاعي ما بيطلعش بالجودة المناسبة نظرا لإن أنا عندي مشكلة مع هذه العناصر. الاضطرابات اللي ممكن تحصل سواء على مستوى الإدارة عندي أو على مستوى الموردين، طرق وتنوع المهل اللي بنديها أو الأوقات اللي بنديها عشان عملية التوريد تتم، وده بيعمل لنا مشكلة دايما ان لو التوريد اتأخر بيحصل توقف في التصنيع وده بيؤدي لمشاكل كتير لازم نتجنبها طول الوقت. الحاجة الثالثة هي الديماند ريسك. الديماند ريسك ودي مخاطر الطلب، مخاطر الطلب بتكون مشكلتها كبيرة قوي لانها مرتبطة دايما بالكاستمر بتاعي، يعني ان انا عندي، لو انا عندي الحسابات اللي انا اعملها او توقعاتي للطلب مش مظبوطة، ده بيعمل لي مشكلة. تقلب الطلب، ان احيانا النهارده الطلب عالي على المنتج بتاعي، احيان اخرى الطلب قليل، بركز على قاعده بيانات معينه وده برضو بيساعدني كتير جدا في العمل، ان انا بيساعدني على ان انا عندي عدد كبير من العملاء بتعامل معاهم، الى جانب ان انا بفتح اسواق جديده بعملاء جديده. من المشاكل اللي قلنا عليها ودي كانت احد اسباب التحول اصلا لموضوع سلسله الامداد هو الشورت لايف سايكل. الشورت لايف سايكل هو عباره عن عملية إن أنا دورات قصيرة لأعمار المنتجات، النهاردة المنتج بيطلع في ثانية بيحصل له اختفاء بعد فترات زمنية قليلة، نلاقي نفسنا الأول كانت العربية بتقعد سنين عشان يتم تطويرها، النهاردة التطور مستمر، اللابتوبس، الموبايلز، كل الحاجات دي. طبعا الانوفيشن كومبيترز، طبعا أنا عندي النهاردة الانوفيشن الابتكار، النهاردة بقى فيه المنافسين أصبحوا مبتكرين ومبدعين، فده بيعمل لي أكيد نوع من أنواع المخاطر العالية لعملية التصنيع أثناء سبلاي تشين بتاعتي. أحيانا بيحصل إبداع وابتكار في المنتج نفسه بيؤدي لأن أنا المنتج بتاعي يتقادم وهو لسه يدوب في السوق بقاله شهور أو سنة بالأكتر. فبالتالي دول أول ثلاثة في الفايف سورس أوف سبلاي تشين ريسك، البروسيس ريسك والسبلاي تشين أو السبلاي ريسك والديماند ريسك، مخاطر الطلب، مخاطر التصنيع، مخاطر الإمداد أو التوريد. رقم أربعة في الخمس مخاطر أو المخاطر الخمسة لسلسلة التوريد، هنلاقي عندنا حاجة اسمها Network Control Risk. Network Control Risk اللي هي مخاطر الشبكة والتحكم، أحيانا بتبقى المخاطر دي نتيجة لضعف طبعا الرؤية، لأن احنا اتفقنا يا جماعة إن ضعف الرؤية هنا أنا لازم يكون عندي الفيزابيليتي عالية، لكن لما يكون في بور فيزابيليتي أنا مش قادر، مش شايف الحاجة فبالتالي مش قادر أتحكم فيها. العلاقات الغير متكافئة، ان انا دايما في الباور ريليشن شيب فيها مشكلة. الحاجة التانية ان في قواعد غير مناسبة بتشوه الطلب، يعني في بعض الحاجات، في حاجة في البلان، في حاجة في ده غير مناسب بيعمل تشويه لعملية الطلب، زي ان انا باخد وقت طويل في اعداد الطلبية، زي الآلية ان انا بقدم طلب وبعدين حضرتك بتبت فيه بعد 3 4 ايام، بعدين حضرتك بترد عليا تاني بعد اسبوع وهكذا، ده بيخلي العملية مش مظبوطة. عدم وجود تخطيط، طبعا مفيش تخطيط ولا تنبؤ مسبق، الآثار
طبعا المستويات المتعددة بيكون ليها دايما آثار سلبية، فبالتالي أحاول أقصر المسافات أو أقصر الوقت والأفراد المتعاملين مع الطلب علشان أقدر أوصل لنتائج إيجابية. بعد كده أنا عندي آخر حاجة رقم 5، الـ environmental risk، اللي هي المخاطر البيئية زي الكوارث الطبيعية، زي الإرهاب، الحروب، التغيرات التنظيمية واتكلمنا عنها كتير، فرض ضرائب أو رسوم زيادة، ده بيأثر علينا بشكل مباشر. عندنا هنا الـ challenge of global logistics، يعني التحدي المتمثل في الخدمات اللوجستية العالمية. احنا عندنا يا جماعة product وعندنا market. البرودكت هنا بينتج في مكان أو اللاين بتاعه أو خط الإنتاج بتاعه في مكان الإنتاج، والماركت اللي هو مكان الموجود المستهلكين أو الكاستمرز اللي هيستهلكوا هذه البضائع. عبر الكرة الأرضية كلها، عبر دول العالم ككل، دايما في حركة بتحصل بين مناطق أماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك. فبالتالي هنا أنا عندي دايما كونكت ديماند والبرايس، طبعا بيتحكم معايا في الماركت، سعر حجم الطلب على المنتج بتاعي والسعر اللي بقدمه بيه بيتحكم في مكانه فين في السوق بالظبط. الفيزيكال ديستريبيوشن، النهارده انا هقدر اوصله ازاي، بالبر او بالبحر او بالجو. الجلوبال سورسينج، المصادر هنا يا جماعه، الاسمبلي هنا عمليه التجميع، ان بيتم عمليه تجميع للمصادر في نقطه محدده عشان نوصل لحاجه اسمها الجلوبال لوجيستكس او الجلوبال سبلاي تشين، ان انا يكون عندي سلسله امداد عالميه بتقوم بكل الانشطه اللوجستيه. فهنا عملوا حاجه اسمها البرودكشن ديستريبيوشن. البرودكشن ديستريبيوشن اللي هو خط يعني توزيع المنتجات، بيبتدي هنا من البداية خالص، بيبدأ يقول التكنيكال واللوجيستي والإكويبمنت، يبتدي يحدد كل حاجة والإمبليمنت بتاعتك، وبعدين يحدد البارت كومبوننت اللي هي المكونات اللي احنا عايزينها البرودكت بتاعتنا. طبعا دي بتعاني من حاجات كتيرة قوي، المكونات يعني ايه المكونات اللي هوفرها دي فيها مشكلة. ليه؟ لأن عندنا shorter product life cycle، في دورات حياة قصيرة للمنتجات، في برودكت موديل المنتجات بتاعتنا نماذج وانواع، وفي اكتر من سبب يخلي الجزئيه دي فيها مشاكل كتير او فيها ريسك عالي. وبعدين inbound supply chain، inbound supply chain هنا ان بيتم عمليه التحديد والتنسيق، ايه اللي هنجمعه، ببتدي اشوف بفوكس الفاكتورز، بحدد المصانع بتاعتي اللي هيتم فيها عمليه التجميع او التجهيز. وده النهارده بقى موجود في مواني كتير من المواني العالميه، يمكن زي مواني دبي. مواني دبي العالميه النهارده ميناء متمثله في بناء جبل علي مثلا، بدا يكون في عندنا مصنع بترد للمواد الخام، بيتم عمليه التجميع فبتخرج از ادد فاليو، يتعمل لها فيزيكال ديستريبيوشن، يتم توزيعها بشكل مادي وصولا للماركتنج هنا والريتيلنج لتجار التجزئه والاسواق. وطبعا هنا بيتحكم عندي حاجتين، الديماند اللي هو السعر والبرايس بتاعي، وصولا في النهاية للعميل او المنتج النهائي. كل ده احنا يبقى دي التحديات اللي بتواجه السبلاي تشين عندنا في كل مرحلة من المراحل، او في الجلوبال لوجيستكس الانشطة اللوجستية، كل مرحلة من المراحل اللي بيمر بيها المنتج او الخدمة بتاعتنا بيبقى فيه عدد من المشاكل زي ما قلنا، لخصناهم في الفايف سورس سبلاي تشين ريسك، هنلاقيهم هم تقريبا معايا في الجلوبال، في الجلوبال بتاعتي، ولكن بشكل مختلف. ازاي اوفر المنتج في النهاية خالص، انا عايز اخد المنتج ده اللي موجود على الشمال اوصله للماركت الموجود على اليمين، من خلال بقى التصنيع والجودة والتعبئة والتغليف وكل هذه الادوات، كل مرحلة من المراحل دي بما تتعرض لي من مشكلات. وبكده يبقى احنا النهاردة اتعرفنا على في محاضرتنا، كملنا الاستراتيجي الخاصة بالسبلاي تشين مانجمنت استراتيجي او ريسك استراتيجي. الحاجة التانية اتكلمنا في الجلوبال لوجيستكس زي ما بنتكلم دلوقتي، وايه والانشطة اللوجستية، ويمكن دخلنا فيها كتير قوي في السبلاي تشين. اتكلمنا عن السبلاي تشين ريسك، اتكلمنا عن الفايف سورس اوف سبلاي تشين ريسك مانجمنت، وخدناهم بالتفصيل بعد كده من اول السبلاي ريسك والديماند، مخاطر التوريد ومخاطر العرض ومخاطر الطلب ومخاطر الشبكه النيتورك ريسك ومخاطر الانفايرمنت، المخاطر البيئيه اللي بتتعرض ليها، وكل هذه المخاطر الخمسه الاساسيين. بكده انتهت محاضرتنا النهارده، المحاضره السادسه. نلتقي ان شاء الله في المحاضره القادمه، هنكمل موضوعنا السبلاي تشين، وإن شاء الله ألتقي بحضراتكم على خير في محاضرة قادمة. تحياتي ليكم جميعا، وبالتوفيق والنجاح دايما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.